بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله عز وجل نحمده ونستعين به سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه وما لهم فيهما من شرك ولا يشاركون الله عز وجل.
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. إنها مناجاة زكريا عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل، وهو يقدم بين يدي مناجاته أسباب امتناع الإجابة، أسباب امتناع ما يريد من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن رحمة الله قد وصلت، مع أن أسباب وهب الولد إليه كانت منعدمة أو معطلة، فهو كما يقول عن نفسه: وهن العظم، والعظم أصلب ما يكون في المرء، فحين يدب فيه الوهن يدل هذا على أن الوهن قد أصاب كل جسده. وهن العظم الذي هو أصلب شيء، وهن العظم مني، العظم كله قد وهن، لم يقل وهن شيء من عظمي، لم تهن أقدامه كعادة كبار السن، ولم يهن منه شيء واحد، إنما وهن العظم كله، واشتعل الرأس شيبا. وتأمل هذا، لقد اشتعل رأسه شيبا، اشتعل شيبا دالا بذلك على بلوغ على بلوغه العتي من الكبر، واشتعل الرأس شيبا. لكنه مع ضعف الأسباب ومع تعطلها لم ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. لم يشق أبدا أحد دعا ربه عز وجل، فدعا ربه ناداه نداء خفيا، قال: رب هب لي من لدنك وليا يرثني، يرث العلم والنبوة. إنها قضية محورية، ليست قضيتنا في حياتنا من يرث أموالنا، من يحمل اسمنا من بعدنا، إنما قضيتنا أن نولد جيلا يحمل هوية إسلامية واضحة، جيلا يدافع عن عقيدته ودينه، جيلا يحمل مشاعر النور بين يديه ويحمل القضية في جوانحه. إننا نريد أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يهب لنا أولياء يرثون العلم من العلماء، يحملون همَّ
كان أمرا مقضيا، فحملت نفخ جبريل في جيبها، نفخ فيها كما قال عز من قائل وهو يضرب بها المثل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. نفخ فيها جبريل نفخة فحملته فانتبذت به، انتبذت أي أخذت مكانا بعيدا، فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن أهلها لئلا تظهر عليها أمارات الحمل فيتهموها، فاتخذت من مكانا قصيا. ثم ما فاجاءها المخاض، فاجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لقد جاء المخاض إلى مريم وأجاءها وألجأها واضطرها أن ترجع تركنا إلى جذع النخلة. إن القرآن يصور حالة من مريم وحال ضعفها وحال افتقارها إلى الله عز وجل وانعدام الأسباب من حولها، وهي امرأة واحدة ضعيفة لا أسباب معها، لا تملك شيئا، ليس لها زوج يحوطها أو يقف إلى جوارها أو يهدئ من روعتها أو يسكن من إنه ليس لها إلا الله تبارك وتعالى. إنها في موطن الوحشة منفردة عن الخلق، إنها في موطن الضعف بعيدة عن مصادر القوة ومنابعها، إنها وحدها في خضم
يقول عز من قائل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي أشيري، قولي كما يقال قال بيده هكذا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إن هذا الموطن ليصور لك أن رحمة الله عز وجل سابقة، وأن الله هيأ لها كل الأسباب مع انعدامه، بل وهبها أصغر المخلوقات وأقواها وهو الذكر مع حالها وضعفها من أوهن المخلوقات وهي المرأة بلا أسباب. فوهب زكريا الولد مع تعطل الأسباب، وجود الأسباب لكنها معطلة، وهن العظم والمرأة عاقرة، ووهب مريم الولد مع انعدام الأسباب، ليقول ليفهم العبد من ذلك أن الله عز وجل يرحم عباده وخلقه ويوصل إليهم رحمته تبارك وتعالى بأسبابها وبدون أسبابها وبضد أسبابها. إن الله عز وجل على كل شيء قدير. يقول عز من قائل: فأتت به قومها تحمل، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا عجيبا، لقد جئت شيئا غريبا، لقد إنها فرية عظيمة، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يعرضون بها عليه السلام. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نستطيع أن نفهم هذا الرجل، هذا الطفل في مهده؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ في المهد أي في السرير، صبيا صغيرا. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لن يفهمنا حتى نسأله. فقال عز من قائل: قال إني عبد الله. فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتعجبوا كيف يفهمون الولد الصغير، فأنطقه الله عز وجل هو المفهمه. لقد استعجبوا أن يفهموه، فأنطقه الله هو وأفهمه، وكان هذا أعجز. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كلمات عيسى تقع على قلبي بردا وسلاما. إنها سورة عظيمة تؤصل لرحمة الله تبارك وتعالى. إن سورة مريم أكبر سور القرآن ورد فيها اسم الله الرحمن أكثر سورة، 24 مرة يعرض برحمة الله تبارك وتعالى. إنها سورة تدلك على أن رحمة الله عز وجل لا يمنعها مانع، ولا يقف عندها سبب، ولا يحجزها حاجز. إن رحمة الله عز وجل أدركت إبراهيم في قلب النار، وأدركت موسى على ثبج أمواج البحر، وأدركت نوحا وهو في سفينته والدنيا كلها من حوله في غرق، وأدركت كل من آوى إلى الله عز وجل، وأدركت يونس في بطن الحوت وفي ظلمات البحر، وأدركت أصحاب الكهف في كهفهم، لم يمنعها مانع. إن الله عز وجل إذا أراد بعباده رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإنهما لرسالتان، رسالة إلى العاملين في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والمستمسكين بهدي رسول الله عز وجل.
والصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد والأنام
إننا في مرحلة نريد أن نستمطر رحمة الله وأن نتعلم كيف نستمطر رحمة الله. إن أول واجب على العبيد أن يتعلق بربهم تبارك وتعالى. لقد كان هذا دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين من بعدهم. فهذا نوح يركب سفينته وينادي على ولده يقول يا بني اركب معنا. ويا لعجب القرآن وإعجازه وهو يصور المشهد يقول عز من قائل وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لقد نظر الولد إلى أعلى ما يرى ما تراه عيونه ليتوافق علو الجبل مع علو الكبر في نفسه. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإنه لم يتعلق أبدا بسفينته التي يركبها ولا نجاة له إلا بها. إنما قال يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إنه يتعلق برحمة الله عز وجل. وإن من شيعته لإبراهيم. وها هو إبراهيم في النار فيأتيه جبريل فيقول ألك بها الحاجة فيقول أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. إنه تعلق القلب بالله عز وجل. إنه ارتكاب القلب على الله تبارك وتعالى. وها هو موسى صلوات ربي وسلامه عليه حين يخرج خائفا من بلده يترقب يقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وحين يقف أمام البحر المتلاطم أمامه والعدو من خلفه يرتكن بقلبه على الله عز وجل. وإن استوحش كل من حوله وإن كان الكل في ظنه أنه مغلوب وأنه مدرك وأنه مهزوم لكن ثقة موسى عليه صلوات ربي وسلامه في ربه عز وجل لا تهتز. وإن اشتبكت الغير كلها من حوله يقول كلا فرحمة الله عز وجل
ناسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ادركنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاقوال والافعال والاهواء، اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاقوال والافعال والاهواء، اللهم خلص نياتنا، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ومن عضال الداء، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم رحمك باخواننا في سوريا، رحمك باخواننا في سوريا، رحمك باخواننا في سوريا، اللهم رحمك باخواننا في اليمن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم رد الينا المسجد الاقصى يا رب العالمين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ليس لنا الا انت، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله